صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 59 لسنة 2022 بتعيين مديرين في الجهاز الإداري والفني لمجلس احتياط الأجيال القادمة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وذلك بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس احتياط الأجيال القادمة جاء فيه. المادة الأولى: يعين في الجهاز الإداري والفني لمجلس احتياط الأجيال القادمة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني كل من سمو الشيخة لطيفة بنت حمد بن محمد الخليفة مديرا لإدارة الاستثمار، السيد أحمد عبد العزيز أحمد الحمر مديرا لإدارة العمليات المالية.